كان نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وصلنا لفقرة الرياضة والسوحة الرياضية والملاعب واهم الاخبار في الملاعب لعشاق الرياضة. حسب الخلعة دي يا طفلة هسه حسب اتجوزت عليك زي الهدف ما بيجي فجأة، عشان كده لازم كان الحضور يكون فجأة كالهدف، يعني يا خسران يا كسبان يا كسبان. نعم انا بحفظها اليوم ما بخليهم، يعني هكون عندي شكلها بعدين معهم مع زكريا وحالي كل الزملاء في الكنترول. تحيه لكم من جديد، نتواصل معكم. وصلنا الى ماذا؟ الى الرياضه. نعم وسعداء انه نرحب بمصطفى عيدروس. مصطفى صباح الخير. صباح النور، اهلا بكم الزملاء حسام وعلينا، تحيه لكل مشاهدي الشباب. نعم اهلا بكم مباشره الى اخبار الدوري الممتاز والمباريات العرب واهل الشباب. نعم يعني يمكن بالامس جرت العديد من الجولات لحساب الجوله ال 12 وكانت مباراه مؤجله من الجوله الثالثه للمنتخب الوطني والمريخ الباشا. يمكن فريق حي العرب بالامس حقق نتيجه مهمه جدا بالفوز على فريق الاهلي شندي في ملعب شندي بهدف دون مقابل. ده كان فوز مهم جدا بالنسبه لفريق حي العرب اللي بيمضي بشكل كويس خلال الجولات السابقه. في نفس الوقت يعني الفوز ده اكد انه في ازمه كبيره في اهلي شندي، أزمة على المستوى الإداري، أزمة على المستوى الفني. جمهور أهلي شندي يعني مستاء جدا من الوضع في الفريق خلال الفترة السابقة. من الصعوبة كان إنه فريق يفوز على أهلي شندي في ملعبه وسط جماهيره. حتى فرق القمة الهلال والمريخ بتجد صعوبة كبيرة أمام أهلي شندي، حتى لو انتصرت بتنتصر يمكن فارق هدف أو اثنين واحد أو كده، مجهود كبير جدا، بتكون انتصارات صعبة بالنسبة للتمييز الكبير لأهلي شندي. فريق على أعلى مستوى بيضم ممكن تطلع من اهلي شندي تشكيلتين في نفس الوقت، لكن يعني حقيقه بلمسه حي العرب كان انتصار مهم جدا بالنسبه له. صعد به في سلم الترتيب، حي العرب ارتفع ل 17 نقطه، اهلي شندي توقف في 14 نقطه في المركز الخامس. اهلي شندي كان منافس كبير للخرطوم الوطني وهلال الابيض، يعني مما يبدا الموسم بيكون التنافس على المركز الثالث والرابع بين ثلاثه فرق، الهلال الابيض واهلي شندي والخرطوم الوطني. لكن واضح جدا الازمه الكبيره في اهلي شندي خاصه بعد رحيل مدير الكره اللي كان كل العبء عليه عبد المهيمن الامين. ده زاد من حده الازمات في اهلي شندي. انا بفتكر انه حتى حي العرب يعني كان يتعرض لهزه في الجهاز الفني، لكن الفريق استطاع انه يستعيد الاستقرار سريع. فبنقول انه حي العرب ده الانتصار حيكون له ما بعد. وايضا واحده من المباريات اللي كان عليها الضوء الكبير والمريخ يعود للصداره وافراح مريخيه كبيره جدا بصداره. نعم المريخ واصل الانتصارات بالامس، يعني دائما المباريات بخوض المريخ والهلال في عطبري بتكون من الصعوبه والمكان، يعني سواء امام الاهلي سواء امام الامل. يمكن بالامس يعني كل الناس توقعت مباراه سهله جدا بالنسبه للمريخ قياسا على الانتصارات السابقه للفرقه الحمراء في الدوري الممتاز. كان انتصر في الجوله اللي سبقت على الفلاح في ملعب استاخرتهم بهدفين دون رد. في نفس الوقت اهل عطبر يتعرض في الموسم الحالي لاكبر خساره امام فريق الاهلي الخرطوم بسبع اهداف مقابل هدف على ملعب استاد الخرطوم. كل التوقعات كانت بتشير لانه المباراه حتكون نسخه بالنسبه للمريخ بالنسبه للمريخ خاصه بعد المريخ تقدم بالهدف الاول. اهل عطبر نجح بانه ينظم العابه، سجل هدف التعادل، سجل الهدف الثاني، وضع المريخ تحت ضغط كبير جدا. لكن المريخ طبعا يمكن فارق الخبره في كفه المريخ اكيد، يعني استطاع انه يستعيد التوازن في الشوط الثاني، سجل هدف التعادل. استطاع صلاح نمير مدافع المريخ يلعب دور المنقذ للمره الثانيه، سجل كان هدف قاتل في شباك الرابطة كوستي في ملعب كوستي، انقذ المريخ من التعادل بالامس، سجل الهدف القاتل. فوز ثمين جدا بالنسبه للمريخ، لكن حقيقه اهل عطبر بيستحق التحيه على الاداء اللي قدمه بالامس، قلب كل التوقعات اللي اشارت لانه حيتاثر نفسيا بالخساره بسبع اهداف امام الاهلي الخرطوم في الجوله السابقه. اهل عطبر رغم الظروف الصعبه لجمهور الرباط سواء على المستوى الاداري سواء غياب عدد كبير من اللاعبين في التشكيله الاساسيه، استحق التحيه على الاداء اللي قدمه المريخ. اهل عطبر في مؤخره الترتيب حتى الان بخمس نقاط، المريخ استطاع بالفوز المهم جدا بالامس يصعد لصداره الترتيب ب 26 نقطه، يتفوق على الامر عطبر بنقطتين، الامل بيملك 24 نقطه، مع الوضع في الاعتبار انه الامل كان متفوق على المريخ في عدد المباريات. فبشوف انه دي كانت يعني من اصعب المباريات بالنسبه للمريخ في الموسم الحالي، هتشكل دفعه معنويه كبيره للاعبين قبل مباراه المريخ هيستضيف الهلال كادوغلي
في الجولة المقبلة. أيضا الفوز ده يعني ثبت أقدام المدير الفني للمريخ جمال أبو عنجة، استلم المريخ في توقيت صعب جدا، كانت البداية له في أصعب مباراتين في الفاشر، لكن استطاع كان يثبت أقدام الفرقة الحمراء من جديد. أنا بفتكر إنه الفوز ده بمثابة يعني التأكيد لاستمرارية جمال أبو عنجة المدير الفني للمريخ، ربما حتى نهاية الموسم على الأقل. ايضا من المباريات هلال كادوغلي والاهلي العاصمي ومريخ الفاشل ايضا ايضا كانت مباراه يعني بفتكر من اقوى المباريات كانت بين الاهلي العاصمي وهلال كادوغلي، كانت على ملعب استاد الرهد. بالنسبه للعقوبات الموقعه من قبل لجنه الانضباط على فريق هلال كادوغلي، المثير في المباراه دي انه اهلي الخرطوم يتقدم بهدفين يعني حتى الدقيقه 81، يعني كل جماهير هلال كادوغلي خلاص يعني كانت تتوقع خساره الفريق امام الاهلي العاصمي، لكن نجح هلال كادوغلي في اخر 10 دقائق يسجل هدفين اقتنص بهم التعادل سمين جدا. المباراه كان فيها طرد لابراهيم جعفر نجم وسط فريق الاهلي العاصمي، التعادل كان بمثابه المكسب بالنسبه لهلال كادوغلي، كان حيخسر على ارضه. ايضا هلال كادوغلي واحد من الفرق يمكن بتشكل لغز محير بالنسبه للجماهير حاليا في مركز ما تعودت عليه جماهير هلال كادوغلي، رغم انه ما كان بيحتل مراكز متقدمه في المواسم السابقه، لكن على الاقل بيكون في وسط الترتيب. مباراه الخرطوم الوطني ايضا مريخ الفاشر كانت على ملعب استاد الفاشر، كان فوز مهم جدا بالنسبه لمريخ الفاشر، الهدف سجله سيف الدمازين. مريخ الفاشر ارتفع ل 20 نقطه، الخرطوم الوطني يعني يمكن عاد لمربع الخسائر من جديد 14 نقطه، يمكن دي واحد من أسوأ البدايات بالنسبة لفريق الخرطوم الوطني من المواسم، يعني زي ما أنا ذكرت قبل دائما المنافسة من بدايات الموسم المركز الثالث والرابع تكون محصورة بين ثلاثة فرق، أهلي شنده الخرطوم الوطني وهلال الأبيض. لكن تراجع كبير للأهلي والخرطوم هذا الموسم أكيد صراحة أكيد يعني أكيد أهلي شندي والخرطوم الوطني أنا بعتقد النسخة 25 حاليا من أسوأ البدايات بالنسبة للفريقين. فمريخ الفاشل ايضا واحد من الفرق اللي بيستحقوا التحيه على رغم الظروف اللي بمرها، بيقدم مستويات مميزه جدا. الفوز ده رفع رصيد مريخ الفاشل ل 20 نقطه، احتل المركز الرابع حاليا في جدول الترتيب، اكيد حتمثل دفعه معنويه كبيره بالنسبه له، تبقت له 4 مباريات في القسم الاول لمسابقه الدوري الممتاز، حيحاول يجمع فيهم اكبر عدد من النقاط على الاقل ينهي الدوري الاولى في المركز الرابع. نعم ايضا لو سمحت لي يعني في ملاحظه برضه في الموسم الحالي. طيب يمكن الناس كلها كانت بتشوف الهدافين بيتبادلوا من مهاجمي الهلال والمريخ او لاعبي الهلال والمريخ بشكل عام. الموسم الحالي يعني حتى الان بعد مرور 13 جوله 12 جوله في غياب لهدافين الهلال والمريخ، حتى الان وليد الشعلي عنده 4 اهداف في الهلال، رمضان عجب عنده 3 اهداف، رمضان طبعا كان سجل هدفين في شباك الهلال، لكن بحسب الاحداث صاحبه المباراه وعدم اكتمالها تم اعتماد المريخ فائزا بحسب تقرير حكم اللقاء. رمضان عجب رجع عليه 3 اهداف. بالامس الري حامد مهاجم مميز جدا لاعب الاهلي عبره، فدي ملاحظه غريبه يعني انه هداف الدوري الان من زيليه الترتيب، فريقه في زيليه الترتيب الاهلي عبره. ري حامد يعني مهاجم خطف الانظار في الموسم الحالي بالامس، سجل في شباك المريخ، انفرد بصداره هدافين الدوري الممتاز برصيد 7 اهداف. في العديد من اللاعبين بيشتركوا في 6 اهداف، عبد الرؤوف نجم هلال الابيض، الغاني انور السادات مهاجم فريق الامل العطبر، ايضا واحد من الاسماء اللي لفتت الانظار بشده في الموسم الحالي ب 6 اهداف، فدي يمكن واحده من الملاحظات. ايضا باكتمال مباريات الامس الاربعه برضه واحده من الاحصائيات انه الدوري الممتاز حتى الان 230 هدف في 100 مباراه، فيمكن ده مجموع ما كبير بالنسبه لعدد المباريات، مجموع ما كبير. لكن التحيه ايضا بنقول للاعبين اللي بيشتركوا في صداره الهدافين، استطاعوا انه ينافسوا نجوم القمه على هذا الترتيب الصعب يعني. نعم جميل هذا الدوري لهذا الموسم، عدد من الاحصائيات، ونتمنى انه دائما يتطور في كافه المناحي وكل المناحي حتى نشهد يعني انديتنا تكون اكثر تطور واداء اكثر في المسابقات الافريقيه الكبيره، واللي نحن الان بصدد دوري ابطال افريقيا لقاء مهم جدا اليوم للهلال مع الاهلي المصري. الهلال ضيف، الهلال انتصر في الجوله الاولى 3 نقاط، هدفين، استقبل هدف سهل جدا كان هذا في الجوله الاولى. اليوم الهلال والاهلي المصري، الاهلي ياتي لهذا اللقاء بمعنويات مختلفه تماما، الاهلي خسر الجوله الاولى امام النجم الساحلي خرج الديار، هذه اول مباراه للاهلي.
والاهلي المصري طبعا فريق كبير، اكثر الانديه اللي حازت على اللقب في هذه البطوله. كيف تقرا هذه المواجهه؟ اكيد يعني يمكن مباراه صعبه جدا بالنسبه للهلال، تختلف 180 درجه عن مباراه بلاتينيوم. الاهلي بيدخل الجوله دي بدون رصيد من نقاط بعد الخساره امام النجم الساحلي في المباراه اللي شهدت احداث كبيره جدا واعتراض اهلاوي عنيف على التحكيم البوتسواني بقياده الحكم جوشوا. الاهلي بيرى انه كان في طرد ظالم بالنسبه للاعب ايمن اشرف، غير مسار المباراه تماما. الهلال يمكن حيكون، انا ما اعرف الجهاد الفني حيفكر كيف، هل حيخوض هجوميه مفتوحه امام فريق كبير مثل الاهلي؟ صعب يعني انك تخوض مباراه هجوميه مفتوحه امام بلاتينيوم في نفس الوقت تفكر بنفس التفكير في مواجهه يعني فرق زي الاهلي زي الترجي زي النجم زي الوداد زي مازيمبي، لانه ظروف المباراه ايضا بتختلف. من خلال الشكل العام للهلال يمكن الارقام في بتتساوى بين الفريقين، يعني ستة مواجهات، مواجهتين بالتعادل، الاهلي كسب مباراتين، الهلال كسب مباراتين. يمكن كل الجماهير في اسهان الفوز الكبير حققه الهلال على الاهلي بثلاثيه في مجموعات ابطال افريقيا العام 2007 شتان، لكن ايوه لكن انا بشوف في تقدير الشخص بشوف انه الوضع اختلف تماما، يعني مع الاحترام الكبير انه الهلال حاليا فنيا يمكن ما في مستوى الاهلي، دي صراحه يعني كل الارقام كل التاريخ في 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 صالح الاهلي. فرق زي الاهلي والترجي والنجم يعني مهما كانت في اسوأ مستويات الفنيه دائما بتكون هي فرس الرهان بالنسبه للمنافس على النهائيات، المنافس على البطولات زي مازيمبي الكنغولي. الاهلي كل اهتمامه في المباراه دي بيتركز على انه لازم يعوض بعد الخساره امام النجم الساحلي، فدي بتزيد صعوبه المباراه بالنسبه للهلال. حيكون فيها حماس جماهيري كبير جدا من جماهير الاهلي، كل جمهور الاهلي بيساند الفريق بقوه في هذه المباراه. بنتمنى انه الجهاز الفني للهلال بقياده صلاح ادم هيثم مصطفى يكون وصلوا للاستراتيجيه المناسبه في هذه المباراه. دور اللاعبين ايضا في الملعب نتمنى انه يكون في تركيز كبير جدا، تنفيذ المطلوب من قبل الجهاز الفني. ايضا دائما في مثل هذه المباريات الكبيره الحظ بيكون واحد من العوامل اللي ممكن تقودك لتحقيق نتيجه ايجابيه. انا شخصيا بشوف حتى لو الهلال نجح في تحقيق التعادل حيكون بمثابه الانتصار بالنسبه للهلال، يعني تطلع من مباراتين مجموع 6 نقاط تطلع باربع نقاط، فوز على ارضك وعلى الاقل تعادل خارج ارضك دي حتكون بمثابه الانتصار بالنسبه لك. فنتمنى انه نجوم الهلال يكون على الموعد في هذه المباراه. ايضا من الاشياء المهمه الابتعاد عن الاحتجاجات العنيفه على التحكيم، لانك التحكيم الافريقي دائما ما بتضمن مثل هذه الظروف، دائما بيكون التحكيم الافريقي يعني في شويه تعاطف مع اصحاب الارض او تخوف من الجماهير الكبيره، خاصه مع خاصة في المواجهات مع الأندية المصرية، يعني زي ما معروف الإعلام المصري بيضغط بقوة على التحكيم، بيكون في احتجاجات جماهيرية كبيرة جدا، دي بتقود لرهبة شوية وسط الحكام، خاصة إنهم زادوا العدد، يعني العدد كان المفروض يكون تقريبا 5000 الآن أصبح 10000 مشجع داخل الملعب. أكيد طالما العدد المفترض المحدد في البداية 10000، الأهلي طالب الأمن المصري بزيادة أعداد الجماهير. بالأمس يعني الأهلي تلقى الموافقة لدخول 15000 مشجع لملعب استاد السلام. يمكن نقطة أخرى بنشد بأولتراس الهلال الشد الرحال نحو لمصر لمساندة الهلال، دي لفتة جميلة من المفترض أن يعني تكون فيها دفعة معنوية كبيرة بالنسبة للاعبين عشان ما يخذلوا المشجعين اللي رحلوا خلف الفريق للقاهرة. المدير الفني صلاح آدم الهلال أكيد حيكون عارف النقاط القوة والضعف في صفوف الأهلي. أنا بشوف يمكن رمضان صبحي واحد من أخطر المفاتيح اللي يعتمد عليها المدير الفني للأهلي فايلر في مباراة اليوم، أيضا في صانع ألعاب مميز جدا وليد سليمان، ده واحد من اللاعبين بشكل خطر كبير. يمكن الهلال محظوظ أيضا بغياب علي معلول الظهير الأيسر التونسي، واحد من مفاتيح اللعب بالنسبة للأهلي. نعم، يمكن كنا حابين نخوض أكثر في تفاصيل هذه المباراة لكن الزمن يعني انتهى للأسف. عموما دعواتنا يعني كل دعواتنا وكل الهلاليين الهلاليين ممكن تديني دقيقة؟ الهلال تفضل ممكن اشيلها؟ تفضل ها؟ شلتها انت خلاص؟ انا عاوز اجي لتصريح المدربين بايلر وصلاح محمد ادم، فكيف غير تصريحاتهم؟ يمكن بمرور سريع كده صلاح ادم يتحدث بشكل مختصر كده، اكد انه المباراه صعبه بالنسبه للهلال، زي ما الاهلي صاحب الارض بيرغب في الفوز ايضا الهلال بيرغب في الفوز. كريم حيتعامل لوقتها هذه المباراه، بيحترم كل فرق المجموعه الاهلي والنجم وبلاتينيوم. في النهايه هو ما قال انا عايز افوز صراحه، لكن قال ان شاء الله بنتمنى الخروج بنتيجه ايجابيه.
مدرب الاهلي فايلر بيقع تحت ضغط كبير في هذه المباراه، اكد انه الاهلي باي شكل من الاشكال لازم يفوز. برضه يمكن تجربه المدربين يعني في الاهلي في نحس غريب، لازم المدربين الهولنديين جولتين على التوالي في المجموعات خسر من قبل مارتن يول المدير الفني للاهلي في العام 2016، في العام 2004 بون فرير المدرب الهولندي للاهلي خسر مباراتين على التوالي في المجموعات، فده يمكن بشكل نحسي بالنسبه لفايلر المدرب الاهلي. نتمنى انه النحس ده يستمر في مباراه اليوم ان شاء الله باذن الله. شكرا يا مصطفى. عموما نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لفريق الهلال لليوم، مباراه تكون موفقه ومشرفه استشرافا بالسودان الجديد وكل الامال ان شاء الله. شكرا مصطفى عدروس، شكرا محلل الرياضي على هذه المساحه. شكرا جزيلا. شكرا يا رينا على الدقيقه. شكرا لك انت كمان على الحلقه والرفقه الطيبه في الجمعه بعد غيابات بعد الجمعه عن الجمعه تحديدا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيا فريق العمل لهذا اليوم، وسعيد جدا بهذه الرفقه. في امان الله، مع السلامه.